بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم في الجزء الرابع والاخير من محاضره اليوم الممتعه والشيقه في موضوع اداه التغيير وموضوع الثاني اداه التحفيز. اسماء، اذا زميلتك مش حتبدا تدخل انا حكمل الشرح، لانه حرام طالب يشرح فصلين من دون زملائه. انا فكرت هي بس شرحتين ثلاثه، شايفاكي نازله تشرحي، ما بظبطش الكلام هذا يعني. فكلميها تحل، خلاص. انا هشرح، انا هشرح انا بس والله كلمتها بس سبحان الله نحس النت عندها وفصل، ايش بدها تعمل يعني؟ هي حرام ما انا تعرف، كانت موجوده. هي كانت حاضرة، كانت مع مي، شايفاها انا حاضرة مع مي. ماشي، بس انت ما ينفعش طالب يشرح فصلين يعني، ما بظبطش، انت قاعدة تشرحي ما شاء الله. فحكمل بس هي تحل المشكلة. حكينا عن التحفيز، تعرفنا عن الفرق بين الدفعية والتحفيز والحاجات. ماشي، تعرفنا عليه وشفنا عملياته واخذنا اهدافه العامه، اخذنا انواع، قلنا اول حاجه من خلال التصميم الوظيفي، اتوقع مش عارف الكبيره الشريحه ولا كبرها ولا صغيره كبير. انا حاولت احل مشكله في الباور مش هتنحل. ماشي، من خلال تصميم الوظيفه نفسها، بمعنى انه انا اضيف للوظيفه مهام ومسؤوليات تحسس الموظف انه يعني حاجه مهمه وكبيره كثيره في الشركه، هذا اسمه من خلال الوظيفه نفسها. ماشي، فيه لها عده مداخل، شوفنا بعض. المدخل الأول ملائمة الفرد مع الوظيفة، المدخل الثاني العكس، لما ذا الفانكشن مع الستاف أو البيرسونال، ومرة الستاف أو البيرسونال مع إيش؟ مع الفانكشن. أوكي، الفرد مع الوظيفة. الآن إحنا حكينا بدنا نحمله مسؤوليات، سؤال، هل هو جاهز لهذه المسؤوليات؟ هل هو بيقدر يشيل ولا ما يقدرش؟ يا حرام، ووضعه يصير صعب ويدخل في اكتئاب ولا حاجة. إذا هل الإنسان ملائم لنشيل الوظيفة هذه ولا ما يشيلهاش؟ بيقولنا في عنا ثلاث خيارات. أول حاجة مراجعة واقعية الوظائف، بمعنى يا أخوات هو الآن موظف، هل المهام اللي هو شايلها بتكفي ولا نزيد كمان؟ واضح؟ ده هنا براجع نفس الوظيفة. اثنين، تدوير الوظيفة، قلنا شرحناها قبل هيك، اشيل الموظف من هذا المنصب لمنصب ثاني، او انت بتشتغلي في قسم المحاسبه نوديك القسم الماليه، او نوديك مثلا قسم المواد البشريه، او العروض ايش المشروطه. بمعنى هذه مش في كل الحالات، هذه في حاله مثلا في عنا موظف متعبنا بيجي متاخر ما عندوش ظروف، شوف يا بتلتزم يا اما معلش، يعني اللي هي التسلسل في الحوافز، يعني يا بتشتغل زي الناس يا بشوف لك مكان تاني يعني، او نروح ناخذ نوديه مثلا، هو كان قاعد في العملاء وعامل علاقاته ما شاء الله مع الزبائن، بس هو بشغلش كويس او بشغلش صح، فبروح نوديه مكان فيش فيه ناس، فهو هيحس بالحزن. اللي هي العروض المشروطه، اذا ما حسنتش وضعك حيصير كذا كذا. اوكي، المدخل الثاني العكس، الوظيفة نفسها نظبطها حسب إيش؟ حسب حسب الموظف، إما نوسع المهام والمسؤوليات، وخدي بالك ما تروحيش توسع المهام والمسؤوليات على حساب المرتب، طبعا هذا اللي بصير، بيحملوك شغل والمرتب زي ما هو ملوش علاقة مش شايفينه، لازم ناخذ بعين الاعتبار برضه المرتب يعني، واضح؟ توسيع الوظيفة إنه إحنا نضيف لك مسؤوليات ومهام تانية. طبعا هنا إن ممكن نشيل الشغل، لكن لازم يكون هاي وزي كاتب لك لازم مش ناخد بالنا من المرتب، وإلا أنت مش ملزمة، يحق لك الاعتراض. إتراء الوظيفة، إن الوظيفة نفسها ماشي، مثلا نعطيك دورات في الكمبيوتر، أو نعطيك دورات في كتابة مشاريع جديدة أو مشاريع دولية، ماشي، اسمها اتراء الوظيفه. اذا السؤال، ما المقصود باتراء الوظيفه؟ اني انا اضيف مهام وسويت على الوظيفه نفسها، فاجت انوار تشتغل في هذه الوظيفه لقت الوظيفه هيك، اذا في فرق بالاثنين، انوار بتشتغل في الوظيفه ووسعنا الوظيفه وانوار موجوده اعطيناها مهام جديده وهي موجوده، لازم اخذ بالي من الراتب. الحاله الثانيه، تم تعيين انوار جديد في الوظيفه هذه فلقتها موسعه وجاهزه من قبل ما تيجي، هذا هو الاتراء. ايش؟ اتراء الوظيفه. واضح ولا نعيد؟ عيدها تاني. يعني توزيع الوظيفة وأنا لسه فيها، إتراء الوظيفة أنا أجيت على الوظيفة لقيتها موسعة وجاهزة، يعني دخلوا مهام للوظيفة ومسؤول قبل ما أنا أجي، قبل ما أنا الموظف أجي، التوسيع تم وأنا موجودة، زودوا لك مهامك وأنت موجودة. التحفيز من خلال المكافآت، اللي هو قلنا إحنا التحفيز من خلال تصميم الوظيفة شرحناه، الجوب ديزاين. الآن المكافآت، ريورد،
المكافأة، خدي بالك المكافأة ما لهاش علاقة بالراتب، الراتب حاجة والمكافأة حاجة تانية. مكافأة زيادة، ممكن المكافأة تكون علاوة مالية 200 شيكل ماشي، وممكن كمان المكافأة تكون شهادة شكر، درع، اسمك في لوحة الشرف، انت الموظفة المثالية لهذا السنة ماشي، هذه المكافأة. المكافآت الداخلية الرضا الوظيفي للموظف، هل أنت راضي عن شغلك، راضي عن معاملة الرئيس إلك ولا حزينة؟ المكافآت الخارجية اللي هي الراتب، عشان هيك قلنا في فرق بين الراتب والمكافأة، بس على فكرة الراتب مش مكافأة، مش مكافأة الراتب، مقابل مادي يدفع لي العلاوة. معلش بدي أضبطها عشان مش مشروحة، بس عندكم لخبطة. العلاوات المالية، هاي مادلين اجت عند اجى عندها النت، هي راجعه يا ماس. مس اسماء، يعني على الصداقه، بسم الله ما شاء الله، اقراوا عليهم الرقيه يا جماعه، يعني على الحماس. اذا نقول ما هي هذه صدقه من البكالوريوس. انتوا كنتوا مع بعض فيش كنتوا تدرسوا وتغششوا بعض؟ ايوه هندسه مدنيه. تغششوا بعض؟ لا طبعا يا مس، احنا حاشا لله، يعني انه حاشا لله، احنا اكبر من هيك اكيد. حاشا لله. يا جماعة انتوا الامتحان الأول في تبع الماجستير في المسرح غشين، اي مش معقول، انا ضليت ساكتة ما رضيتش اكلمكم. عليكم العافية جميعا. خلي الشعب يعيش. نورت يا ماد، الله يخليكي. نورت يا ماد، ماشي حي تحفيكي مادلين. بس جد بصراحة يعني دخلت اجت دكتورة صراحة عمري قطعت على الموضوع، يعني مش عارفة لعله خير، يعني مش عارفة ليش صار معايا هيك، بس قدر الله ما شاء فعل. وين مادلين دخلت، مادلين دخلت القاعة الإلكترونية، قامت على طول أسماء نورتي، هذا اسمه تحفيز، هي طبقت التحفيز على أرض الواقع ماشي. عارفة الإطراء برضه له دور، يعني كنت متوترة في الستريس اللي عندي. ليش متوترة وأنت خشة حرب؟ طفى أكثر من ست مرات النت، طفى أكثر من ست مرات وأنا قاعدة عند الراوتر، يعني مش عارفة إيش أحكي. أضربي ضربة نوضحة، مش مشكلة. عشان الحجر والنت، مش عارفة هم صابوا النت يعني. الحمد لله ما تهورتيش وطلعتي على الشارع كمان تلحين في بيت حنون. نسيت. على فكرة على الهندسة، أنا لحظة يا أبلة، أنا بدرس مساقات هندسة اختياري لتعين الهندسة الصناعية، بدرسهم مساق اختياري. فبحاول اتذكر، ما حدش فيكم مر علي قبل هيك، لا اصلا تعيد الهندسه لو ما باخذوش اداره استدراكي لان بدرس له، لكن حرام التعامل معهم كتير حلو، التعامل مع تعيد الهندسه بالذات. بعرفش الان لما نزلوا معدلات قبول الهندسه لتوجيهي كيف الوضع، يعني انا كنت ادرس معي مكان ياخذ امتياز. صحيح خربوا الدنيا بجد، يعني الخطوه هذه هم غلطانين فيها. بس بعد اذنكم عم شوف ما شاء الله مخلصين. طب اوكي، في حاجات انا كنت بدي اعقب عليها، يعني في حاجات انا كنت حابب. معلش طلب صغير، عايزين الكاميرا او صورتك تظهر، عايزين نشوفك. ممكن نتعرف ولا على الشكل ولا كيف؟ المشكله اللي عندي الكاميرا تاعته عطلانه، هيها حطينا صورتها. ماشي مش مشكلة حبيبتي. آية حالك منورة. يا أبلة الله يخليكي. يا أبلة أنتوا حتقلبوها الشق عرب ولا إيش؟ كمل المحاضرة، عارفينها بنفسك. حاضر حاضر. هلقيت بس بدي أوضح حاجة، هلقيت في مصطلحات مهمة كانت في الأول، فأنا حابة صراحة أحكيها، لأنه في كتير بيتخربطوا ما بين الدافع وما بين الحاجة وما بين الحافز. أنا قفلت عليك الصوت، عارفة ليش؟ لاني حكيت لك عارفينا بنفسك، انطلقت انطلاقه ما شاء الله. عارفينا بنفسك، افتح المايك. حاضر. انا مدلين انيس الجيك، مخلصه هندسه مدني، خريجه 2020، وهلقيت الفصل الاول عندي ماستر معاكم. يعني كان حكيت صح، انا صاحبتها الاسماء، صاحبتها الاسماء وصاحبتها مصاحبه الحلاق، مش مصاحبه افنان. ليش هم سبقوني بسر؟ ليش مش مصاحبه افنان؟ أفنان عاد أخت آية، ما نعرف إنه أفنان أختها، سوى إنه نعرفها. صاحبيت صاحبيت صاحبة برضه. ماشي صاحبيت صح. تخيلي. واحدة واحدة يا أبلة. صحبات صحبات. أقفل عليك الصوت. أنتي متوترة.
ومتحمسه بزياده، فالتوتر من تقول ان على المحاضره، هدي بقى هدي شويه وبتحكي اللي انت عايزاه، هدي شويه قبلها. لما تهدي افتح المايك، مش عايزه تفتح المايك وانت متحمسه، بتنقل التوتر هذا للجماعه اللي قاعدين ومنهم الدكتور. معانا؟ أبلة فصل عند النت أنا بلاش يفصل النت يا دكتور، افتحي لها الكتب. نعم ماشي يا أنتي، بس هي يا أنتي نقل عملتنا نقل التوتر على القاعة واحدة واحدة يا أبلة. سامعيني ومنورة، اتفضلي معاك المايك. سامعيني؟ اتفضلي. ميسي دكتورة. اتفضلي اتفضلي. بعد إذنك أنا حاضر. أنا حبيت أعقب على ثلاث اللي هي مفاهيم، اللي هي الدافع والحافز والحاجة. لقيت في ناس كثير بتخربط، فبيشوفوا إنهم هذه المفاهيم بترد في بعضها، بيعرفوا يفرقوها. فأنا حبيت صراحة أنا وعم النقطة هذه أعرف إيش هم. لقيت الدافع مثلا، اتخيل إن أنا نايمة في نص الليل وقمت أشرب مية، شو الدافع اللي خلاني يعني أنا أسلك سلوك مرحلة الثلاجة وهي بغرفة ثانية؟ إيش السلوك اللي خلاني؟ سمعيني؟ سمعيني؟ سمعيني يا أنتي، تشرب المية وبعدين؟ يعطيكم العافية يا أبلة، كملي كملي. شو الدافع اللي خلاني أنا صحيح إيش الدافع اللي خلاني أنا أروح للثلاجة وأنا بغرفة وهي بغرفة؟ إيش الدافع اللي خلاني أنا أروح لمصدر إشباع الحاجة هذه؟ إيش هو الدافع؟ دافع صح ولا لا؟ مثلا في الصيدلان قلت له والله مثلا بدي دواء كذا كذا كذا، ايش اللي خلاني اطلب منه هذا اللي خلاني اقول اني ادي الدواء هذا اللي هو الالم؟ يبقى خلينا نقرا هو لانها من داخل، ما حدش بقول ان انا جعان عشانك او ان انا عطشان عشانك وان انا تعبان عشانك، لا انا اقول انا جعان بس ممكن حدا يقول عشان هي قوه داخليه. تفضلي. تخلي الانسان يقود كويس بالمعنى. طيب هي قوه داخليه بتخلي الانسان يقوم بسلوك معين، هو يتحرك من مكان لمكان. ليش؟ عشان يشبع او يرضي الرغبه او الحاجه اللي جواته. هذا اللي هو عرفنا عن مين؟ عن الدافع. نيجي نعرف الحاجة. عاد الحاجة بتختلف عن الدافع. الحاجة هو الفرد بيشعر فقدان شيء معين، خلي الإنسان متوتر، في حاجة ناقصة، خلل. هذا الخلل بخليني أنا متوتر. يعني مثلا زي كيف يعني